منصة سراج هي إحدى المنصات الجديدة التي أطلقتها علم، وهي منصة متكاملة لإدارة المشاريع لدراسة ومتابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية عن طريق عرض المؤشرات والتقارير التي تمكن أصحاب الأعمال من متابعة الأداء والتأكد من سير العمل بصورة سليمة ولحظية. ومن أهم مميزات المنصة واجهات تفاعلية ولوحات قيادية لمتابعة أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لإعطاء المستخدم تقارير لحظية وتنبؤات مستقبلية. مع سهولة الوصول عبر الويب وتبسيط إدارة المشاريع وحصر الموارد المطلوبة للتنفيذ، كما توفر تنبيهات بالتحديات الحالية والمستقبلية التي تحد من كفاءة سير المشروع، وتمكن أيضا من استعراض التقارير ومؤشرات الأداء من منصة واحدة.